سنان؟ آه أنت شو عم بتساوي هون؟ يلا قوم قوم لا تنام قوم. إيه شوف هلأ أمك بتصير تبهدلنا بسببك، قالت كونوا كلياتكم تحت فريد جاي، يلا قوم. خلص ليمان تركيني شوي، شو صار لك يعني؟ وقفتي فوق راسي وبلشتي قر 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 قر، روحي. سنان كيف طالعة حلوة؟ حلوة حلوة. شوف خليتهم يجهزوا هي مشانك، قلت لها لأيتانتك ويلبسها وتعال. ايه سنان بتعرف شغلة؟ مستغربة كتير من أمك، كانت تقول ما بدي فوت هديك البنت عبيتي أبداً، بس ليك فوتتها لهون؟ هي أول مرة بتتراجع عن كلامها. أزادة سانجاك خانم الكبيرة. ليمان طلعي فيني منيح، ليكي ما في إنسان ما بيغلط، المهم هو إنه يتراجع عن غلطه، فهمتيني؟ يعني أنت برأيك أمك رجعت عن غلطها؟ قديش قلبك طيب؟ كل هالشي مشان الطفل. صدقني لو إنه عائشة ما كانت حامل أمك ما كانت سامحتها أبداً. المعزاية بتموت ودنبها واقف سنان. شو قلتي ليمان؟ عم تشبهي أمي بالمعزاية؟ لا طبعاً أنا مو هيك قصدي، أنا قصدي إنه عناد أمك ما بيتغير أبداً. شو بك سنان؟ أختي عائشة حامل، سمعتوا؟ سمعنا سمعنا. وأمك عم بتقول المعزاية بضل دنبها واقف. شو قصدك بابا؟ المهم أنا فرحانة كتير، يا ريت يجي الولد هلأ ونلعب معه. شو انتو لسه ما جهزتوا؟ تيتي قاعدة عم تستناكن تحت. يلا رح ننزل. ماشي رح اسبقكن. تفضل. تفضلي يا خانم. جبت الفيديو اللي رح يبرع عائشة؟ اي نعم جبته. هات لشوف. تفضلي. بهي الفلاشة. ماشي كريم. كريم ما بدي حدا يعرف بهالقصة. حتى أنا ما بعرف يا خانم. تمام. السعادة لأصرنا مثل ما كاني؟ عم بعمل كل شي بيطلع بإيدي لرجع. بصراحة مع هيك أنا لساتني قلقان شوي. يا ترى فريد رح يرجع البيت وعائشة رح تسامحك؟ ما بدي تتأملي كتير مشان ما تنصدمي. أنا عايشة بالأمل طول حياتي عدنان، لما تتعلق القصة بولادي تعرفني ما بستسلم أبدا. كتير الطابة هربت مني، ما عاد عيدة. زيتون حبيبي ما قلت لك لا تلعب بالطابة هون؟ يلا تعال. فيديا خلص ما في مشكلة، اتركي الولد يلعب بالطابة على راحته، مبين ضايق خلقه. برأيي خليه يصبر شوي، بكرة رح يلاقي رفيق يلعب معه بالطابة. ايه صح سمعت، ألف مبروك، يكبر بعز أمه وأبوه، إن شاء الله بيجي حفيدكم بصحة وعافية. تسلمي فيديا. فيديا جيبي زيتون وتعالوا نتعشى سوا. ماشي.
لمعلومة مهمة كتير لازم أقول لك إياها. ماشي، أنت حملي هديك الملفات المهمة على النت وبعتي لي إياها. شكرا، يعطيك العافية. فريد، برأيي ما في داعي لهالعزيمة. أنا ما بحب الاعتذار وهالشغلات، بتعرفني. بلا في داعي حبيبتي، أمي بدها تعتذر منك قدام الكل. مفكرة سهلة إنها تظلم شخص بريء؟ طلعتي من القصر وراسك مرفوع، ورح تفوتي وراسك مرفوع. بدك تسامحية ولا ما بدك تسامحية، هي شغلة بتخصك أنتي. اعملي مثل ما بدك. يعني شو بدك فيه؟ يصطفل، خلينا بحالي. طبعا يصطفل، شو بدي فيه؟ شو رح نتسابق يا حلو؟ قديش عمرك؟ 15. صار لي 17 سنة وأنا عمري 15. فريد، وعم تحكي معه كمان، شو بدك فيه؟ يلا استني شوي، استني لنشوف شو بده. طلع فيني، أنا واحد عاش مراهقته من زمان، أنت روح كمل بطريقك يا ولد، لا تخلي جلدك يحكك مشان ما يجيك الرد مني. فريد رجاءً خلص، تركته حبيب، خلص بكفي. مو شايفه هو عم بيحكه جلده؟ إيه، إذا كل واحد بالدنيا عم يحكه جلده بدك تحكي له يا ما عاد نخلص. سكر الشباك وخلينا نمشي من هون، يلا امشي. عجبك هيك؟ فريد شبك، شو صار لك؟ انت جنيت؟ خلص اتركه يروح بحاله. فريد شو عم تساوي؟ فريد انت جنيت شي؟ فريد شو صار لك؟ انت ما معك روح وحده، معك روح انا حامل. فريد قلي شو صار لك؟ نسيت اني حامل؟ اسف حياتي، أنا آسف كثير، لا توخصني، معك حق أنا آسف. صحة وهنا. يسلموا إيديكم. مفكر انه ممكن فوت هديك البنت على قصري؟ وحده قاتله وايديها فيها دم ما بتفوت على هذا القصر. ما عاد بدي اسمع اسم فريد بهذا البيت. شو صار؟ رجعتي؟ ها؟ ما بكفي شو عملتي بفريد؟ انا رايحه اخي سينا، اجيت اخذ اغراضي وروح. خديها ولا تتركي اي شيء وراك، بيكون أحسن لفريد وللكل كمان. وبلكي كان في شي غلط بالقصة وكنتوا عم تظلموني بهالشي، كيف رح تطلعوا بقشي؟ أنا ما برجع عن كلمتي، قلت إنه هديك البنت ما عاد تفوت على هذا القصر، يعني ما عاد تفوت. أهلين وسهلين يا أولاد، تفضلوا قعدوا. أهلين فيك يا أمي، مساء الخير للكل، صحة وهنا. عادي حبيبتي عادي. قبل ما نبلش بالأكل بعد إذنكم بدي أقول كلمة صغيرة. طبعاً أمي تفضلي. تعرفوا إنه صابتنا أحداث صعبة كتير بالفترة الماضية، ومع الأسف نحن ظلمنا عائشة وطلعناها من القصر بطريقة مو حلوة، بس عائشة
أثبتت شرفها وبراءتها ورجعت للقصر وهي رافعة راسها، وكمان حامل ببطنها طفل سان جاك زادة. شكراً إليك يا عائشة. عائشة أهلين فيك ببيتك، وأنت فريد أهلين فيك ببيتك. أهلين فيك بابا. أهلين بابا. وحابة أقول شي تاني، أنا محرجة كتير تجاه كنتي. بالحقيقة ظلمتها كتير واتهمتها اتهامات باطلة وما خليتها تحكي وحاكمتها بدون دليل، بس الرجوع عن الغلط فضيلة، وهلأ أنا بعتذر من عائشة ومن ابني وقدام الكل. من اليوم ورايح عائشة تاج على راسنا بقصر سان جاك زادة، وبتمنى أنها ترجع على القصر بسرعة وتولد حفيدي هون بين أهله وناسه. بصراحة عائشة قالت لنا كيف رح تطلع بوشي لما تثبت براءتي، وما حدا منا سمع، ما هيك؟ أساساً كيف سامحت فريد ما بعرف، بس عنده واسطة إنها بتحبه. يا ريت تجيني واسطة كمان لأني أخو، يعني بما أنك سامحتي بتمنى سامحي أخوه كمان يا مرداري. استغفر الله أخي سنان. تسلمي لي عائشة. إذا خلصنا من الاعتذارات هلأ، وإذا كانت بنتي عائشة سامحتنا، خلونا نتعشى هلأ كلياتنا سوا كعائلة وحدة. رح ناكل أبي، ناكل، بس بالأول في عندي شي بدي أقوله إذا ممكن، بما أنه الكل مجتمعين هون هلأ. إذا حدا بيزعل عائشة رح يلاقيني قدامه. عائشة ما رح تزعل بعد هلأ، عائشة رح تضحك وأنا رح أضحك، وصحة وعافية للكل. تمام ابني، يلا صحة وهنا للكل. شوفوا مين شرف، لازم تنتزع قعدتنا طبعا. ما صدقنا رأت الأمور، منين طلعت لنا هي هلأ؟ يسعد مساكم، صحة وعافية. عندها شو عم بتساوي هون؟ عائشة؟ شو سامحتيها لحماتي؟ أنتي فرطتي ببنتك أمي، إذا كان بدك يعني سامحك رح تعملي هالشي مشاني. ما في حدا بكل هذا القصر بيوثق بكلامك أو بهمه. أنا ما قلت لك لا تجي لهون؟ شو أجيتي تساوي؟ طلعي لبرا. قلتي لي يا أزادة خان، بعرف إنه ما حدا منكم رغباني هون. إذا بتعرفي معناتها تفضلي هاندا. خالتي زمرد لو سمحتي خلي هاندا تروح من هون. فريد أنا ما أجيت لهون مشان تستقبلوني، اجيت مشان وضح الحقائق واعتذر منكم كلياتكم كمان. بنتي شو يعني انتي ما بتفهمي بالحكي؟ شو هالوقاحة هاي؟ استغفر الله العظيم، شو بدك يعني نكمشك وزتك برا يعني؟ ها وهي هدول كمان، شو اللي عم بيصير؟ في حدا تاني؟ يلا نادوله، خلوا الكل يجي بقى لهون. يلا يمان، انت شو عم تساوي هون؟ انا بعتت ورا يمان عمي عدنان لانه في شغلات لازم تعرفوها. بوعدكم إني ما أقول شي بيزعل حدا أبداً. رح تتركيها تحكي أمي؟ هذا القصر ما له خان للرايح والجاية يا هاندا. أمك رفيقة عمري ورفيقة روحي، ورح أسمعك بس مشان خاطرة. قولي اللي بدك تقولي وطلعي فوراً. تعرفي شو؟ أنا كنت معجبة كتير بشخصيتك القوية من طفولتي. أنتي كنتي مثلي الأعلى، الخانم أزادة سان جاك زادة. كانت أي كلمة بتطلع من تمك بالنسبة إلي كانت أمر مقدس، لأنه يلي بتطلبه أزادة ما فيه نقاش. بعدين إجيتي لعنا بيوم وقلتي لي
رح تتزوجي فريد يا بنتي، وأنا فرحت كتير. قلت قديش حظي حلو، رح كون كنا للبطلة تبعي. اختارت إن تزوجني ابنها، قلت هلأ رح كون أميرة القصر هنيك. أزهاد خانو متكرمت علي بمرتبة كنتا، وهذا أهم شي. تعودت على هالقصة لدرجة إني كنت روح لعند فريد كل ما رنلي الجرس. وعملت كل شي مشانكم، حتى نسيت مشاعري، نسيت العشق ونسيت الحب، نسيت كل هاي الشغلات. كنتي عم تخدعي البنت الصغيرة يلي ما بتعرف هالشغلات، وعم تقنعيها بالزواج وإنه هو كل شي. ما فكرتي هي شو بدها أو شو رح تصير لما تكبر؟ يا ترى رح تحب حدا وتعشقه؟ سألتي حالك شي مرة بشو عم بتحس هي البنت؟ وأنا ما سألت، لأنك قلتي لي لازم تحبي فريد، وأنا سمعت كلمتك، حبيته كتير. وهلأ جينا للنقطة المهمة بكل هالقصة. هلأ أنتي وأمي اتنيناتكم عم توقفوا مع بعضكم وتقولولي لا بقى تحبي فريد. قديش هالشي حلو، عم تأمروا قلبي على كيفكم. فريد وانتي وعائلتي كلياتكم اتهمتوني بسبب أفعالي وحملتوني كل المسؤولية كمان. يا ترى أنا عن جد المسؤولة عن كل شي؟ باسني قبل عرسي بثلاث ايام، مزبوط، وانا سمحت له. بعتذر منك بتول، ما بحق لي اقول هيك، بس لازم اكون صريحه. انا قعدت وسالت حالي اسئله كتير بعد هديك البوسه، وبتعرفوا شو لقيت؟ اني ما بليق بعائله سان جاك زادا، لاني وحده كذاب. بطبيعة الحال كنت خاينة عائلة سان جاك زادا، كنت حاسة حالي خاينة لكل يلي حواليه. بس بالواقع بتعرفوا شو يلي صار معي؟ أنا خلقت وحدة تانية جواتي بدون ما أعرف، خلقت وحدة جوات هاندا يلي أنتو صنعتوها، هاندا الحقيقية يلي باست يمان بوقتها. لأول مرة بحياتي شفت هاندا يلي ضاعت جواتي من زمان. أنا احتقرت الشخص الوحيد يلي حبني من كل قلبه بس لأنه هو بيكون ابن السايف. بدي أعتذر منه بالأول، وبعدين منك ثاني. عن جد بعتذر، زعلتك كتير، كنت مفكرة اني بحبها لانه ربوني على هذا الشيء. بس انا بصراحة ما حبيتك من قلبي، ما حبيتك. لهيك مو انت الانسان يلي خنته فري، خنت يا مان، لانه من وقت ما ربيتوني لكون كنا إلكم أنا كنت عم بمسح واتجاهله من حياتي. خنته إله وخنت قلبي لأني تجاهلته وتجاهلت إحساسه ومشاعره. جيت لحتى قلكن هذا الشيء، وبوعدكن إني ما عاد أزعجكن بعد هلا. أساساً أنا كنت بعرف هالشيء هاندا، جبتيني لهون على الفاضي. نحن قلنا دين مع عائلة سان جاك زادا،
بس اللي رح ناخده منهم أكتر من ديننا، ومع الوقت رح تشوفه. بالنسبة لإلي أنا ماني مضطر اعتذر عن شي لحدا. تصبحوا على خير. يلا بنتي تصبحوا على خير. لا بقى ترجعي تورجينا وشك هاندا. النفس كبير مظلم يا ابن أخي، اللي بيوقع فيه ماضي. أنت ارتكبت خطأ ورح تدفع الثمن. يلا قلي هلأ لشوف شو رح تساوي. عدنان ما رح يتخلى عني يا أخي، بالآخر أنا بضل ابنه الحقيقي. إذا قلعني من الباب فوت من الشباك. أنا هلأ رح أتركها لحالة مع كرها لإلي، ورح ورجيها كيف بتكون لحالة بهاي الحياة. غلطتي بحقي كتير يا أزادة خانم. بكرة رح يجي يوم ما رح خليك تخطي خطوة بهالقصر. أحلامك ومستقبلك مع كنتك الجديدة وحفيدك فوق راسك كلياتكم رح تدفعوا الثمن اللي أنا دفعته واحد ورا الثاني. رح أرجع فوت على هذا القصر وأنا صاحبته وأنا عند كلمتي. يا مان وقف. شوفي بدي شم شوية هوا هالوقت؟ ايه أنا بدي ضل لحالي شوي لأني اختنقت. طيب ماشي. ألو سعادة، بتلاقيني ورا القصر تمام. ناطرك هنيك. يلا. خلونا نكمل أكلنا يلا. فريد، معلش نروح. ابني خليكم ببيتكم اليوم. نحن رايحين أمي، رايحين. نحكي بعدين. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. عائشة، مالي منتظرة تسامحيني فورا، بس انت كمان حتصيري ام. حاولي انك تتفهميني ممكن. شكله هاليوم حلو. ايه بس اكيد انتي احلى. سمعان صوت العصافير؟ يا ترى ابني رح يكون مرح مثل ما انتي مرحة؟ ما بعرف. يا ترى رح تضحك عيونه لما يضحك؟ ايه ممكن يكون بيشبهك لما بيعصب وبيخانق بيعض على شفته وبيهرب بعيونه. هيك لكان يعني؟ أنا هيك بساوي لما عصب؟ ايه هيك. ورجيني لشوف كيف يعني. يعني هيك هيك بتهرب بعيونه. يا ترى رح يتطلع فيني مثل ما بتطلع أمه؟ ايه طبعا بتمنى هالشي. خلي ابننا يوصل لحضننا بخير وسلامة، وما عاد بدي أي شيء من هالدنيا، ما عاد يبقى لا حزن ولا هم. تعالي لأمي وانت تطلعي فيني هيك دائما، وما عاد بدي شيء من هالدنيا،
نظراتك هي بتخليني أحس دائما إني عايش بهالحياة لحبك. شو فيقتك؟ وأنا كمان فايق من بكير. الجو حلو كتير، في شوية غيم وبارد بس ممتع. أنت لا تقلق مشان قصة الحمل، كل شي رح يصير شوي شوي. أول شي لازم نكسب ثقتها طبعا، وأنت رح تستنى كمان. رح نستنى. بتعرفي عائشة بريئة وسكت. لنشوف فريد شو رح يكون رأيه بهالشي. يا ترى هالمرة كمان رح يسامحي؟ رح نشوف. انت رجعت اخذت الفلاش الشي من عندي؟ لا يا خانو، ما اخذتها. انا بحبك كثير عائشة. وانا كمان بحبك فريد. لنشوف شو هاد. بدنا نطلع التليفون. خير إن شاء الله من هالصبح. من رقم غريب كمان. شو هاد؟ مين بعت لنا هالفيديو؟ شو هالفيديو؟ لحظة لنشوف. شو هاد؟ هي لحظة إصابة بهاء؟ استغفر الله العظيم، شو هادو؟ من وين طلعنا هالفيديو هلا؟ عائشة لو اجانا هذا الفيديو بوقت ابكر كنا ما شغلنا لا بمحكمة ولا بسجن، وكنت طلعتي براءة فورا. مين يلي بعته؟ وليش بعت لك يا؟ شو قصده يبعت الفيديو بعد هالوقت؟ ما بعرف، كأنه حدا حابب يشتغل فينا. بس مو معقولة، شايفة عائشة؟ هذا دليل قاطع، كل شي واضح بالفيديو. رد بعت رسالة. هذا الفيديو من البداية كان مع أمك. زادة سانجاك زادة فضلت إنها تخبي الحقيقة من البداية. من بعد هلا اختار عدوك وصديقك كتير منيح. مين أنت ولك؟ التليفون مغلق. رح أسأل مرة ثانية، لمستوا شيء وأنتوا عم تنظفوا غرفة المكتب عندي؟
غيرتوا محل شيء أو كبيتوا بالزبالة احكوا. لا يا خانم، أنت بتعرفينا من سنين، نحن ما منلمس أي شيء بخصك بلا إذن. يا خانم، حتى أنه كانت طاولتك مخربطة شوي، نحن ما مسحنا الغبرة مشان ما يضيع شيء، مع أنه نظفنا كل شيء تاني. لكن مين هذا اللي فات على غرفتي؟ مين؟ خير أمي، من شو معصبة إليلي؟ ضايعلي ورقة مهمة كتير، ليكون زيتون صار يفوت على غرفنا بالسر. شو عم تحكي انتي؟ عم اسأل اذا فات على مكتبي. امي شو عم تحكي؟ مو حلو هاد الحكي. في غرض رايح من غرفتي، عم قول ممكن يكون زيتون اخده. انتي تجاوزتي حدودك ازادة، زيتون ما بيعمل هيك. روقي مرت عمي. امي يمكن حطوا مع اوراق تانية، امشي ندور عليها. يلا يلا ازادة، مشان شو جاي تبهدلي الناس؟ ما عم بهدلهم عدنان، في غرض مهم رايح، وهلأ عم بسأل، في غرض خاص فيني رايح من بيتي ومن غرفتي بالتحديد، عم حاسبهم على هالشي. أنا بعرف على شو عم بتدوري أمي. شو عم يصير؟ هلأ رح تحكي لنا أمي شو اللي عم بيصير بابا. القصة مو مثل ما لك مفكر. أمي أنا كنت متوقع منك كل شي، بس ما توقعت انك تختي حقيقة وتخلي انسانة بريئة تفوت على السجن. ما توقعتها منك. اي نوع من البشر انت؟ كيف بتقدري تعملي هيك امي؟ ما انبك ضميرك ابدا لما خفيتي الحقيقة عن العدالة؟ احكي قولي. شو عم تحكي انت يا اخي؟ ازادة مزبوط هالحكي؟ بابا مرتي فاتت على السجن ظلم، وتحاكمت على جريمة ما عملتها، وامي في بايدها دليل فيديو للحادثة بيطالع مرتي من السجن بريئة، بس أمي شو عملت؟ خفته. شو؟ أنت كيف تعملي هيك أزادة؟ مو معقول تعمليها. يلا أمي يلا قلينا شو صار، لا تهربي عيونك، قولي ما عملتها. شوفي الكل عم يستنوا توضيح منك، انكري يلا قولي ما عملتها. لا ما رح أنكر، إيه خبيت مقطع الفيديو، بس ما كنت بعرف واعتذرت من عائشة. أمي أنت اعتذرتي من عائشة لأنك عرفتي شو اللي عملته هاندا، وبلكي ما عرفتي. لو ما عرفتي عن الخيانة وما سمعتي بالقصة شو كان رح يصير؟ بلكي القاضي وقتها سمع النيابة وما سمعني. إمتى كانت هالبنت بدها تطلع من السجن؟ لإمتى كنتي رح بتضلي ساكتة؟ لإمتى كنتي رح تخفي الحقيقة؟ ما كنت رح أخفيها للأبد ابني، أكيد كنت بدي أعطيه للشرطة. أنا مو إنسانة متوحشة لهي الدرجة. قديش أنت إنسانة متوحشة؟ لإمتى كنتي رح تخبي الحقيقة؟ لإمتى كنتي رح تضلي ساكتة؟ لإمتى هي البنت كانت بدها تضل نايمة بالسجن ظلم وافتراء؟ لا تواخذيني أمي، أنت إنسانة متوحشة كتير. ولا بالمزرعة اللي اشتغل فيها أبوك، وكنت على طول قول إمتى هالوسخ رح يسبب المتاعب لعائلتنا. الظن اللي ظنيته فيك من سنين طلع بمحله سيد يمان. كنت عم حاول أقنع حالي إنك مالك سيء هيك، بس للأسف بالآخر أنت ضريت ولادي. هلأ صار دورك تدفعي الثمن. أزادة سانشاك زادة. أنا سكتت مشان ابني بس تفهمه. ابن شو هذا أمي؟ ابن شو مشان الله؟ شو كان ذنبه البنت طيب؟ هاي البنت مو كمان بنت لأم وأب؟ لما خبيتي أو لما وجعتي وظلمتي إنسانة بريئة، ما خفتي أبداً أنه الله يرجع هالظلم وتشوفيه بابنك وحفيدك؟ ها؟ يعني أنت ما بتخافي من الله أبداً؟ خلص فريد، لا تضغط على أمك لهي الدرجة، اهدى خلص، يلا. بعد أخي، هذا الشيء اللي أنا عم أسمعه مو مقبول أبداً. الشيء اللي عملته أمك ما حدا بيسامح فيه. شبك شو عم تعمل انت يا ابي؟ انا هون مشان احاول هد الوضع، وانت شوف شو عم تعمل معنا. يعني شو بدكن هلا؟ شو بدكن؟ شو نعمل يعني؟ ها يلا تعوا نشنق المره هذه اللي بدكن اياه. يعني هذه اللي بدكن اياه، امك رح تدفع ثمن الشيء اللي عملته. فدي فريد. فريد خلص خلينا نروح، بكفي بلا ما يصير الوضع اسوا من هيك، امشي. لا ما رح نروح، ما رح نروح. وعائشة سكتت،
جابت واحد من ماضيها. هذا الزلمة فات على هالبيت وكان بده يقتل ابني لو ما الله لطف فيه. وهي سكتت. أنا ما جبته لهون أزادة خالي، ولو بعرف إنه رح يأذي فريد ما كنت سكتت. هلأ عم بتبرري جريمتك بذنب حدا تاني لتريحي ضميرك؟ هيك بدك تبرري اللي عملتيه؟ سلامة الابن أهم على الأم من روحها. هلأ ما رح تقدر تفهم، بس لما يجيك ولد تضمه وتحطه بحضنك، وقتها قلي شو بتعمل. مش هم ما حدا بيعرف مين ممكن تأذي كرمال تحمي ابنك. أنا بعمري ولحد اليوم ما أذيت حدا يا أمي، ولا بعمري رح أذي. إذا كان وجود ابني بده يساويني ظالم، الله لا يرزقني ولا يكتب لي صير أب. بس إذا الله بعت لي أم ظالمة، ما في أي شي بقدر أعمله للأسف، لأنه الإنسان ما بيقدر يختار أمه. شو عم تقول أنت؟ شو عم تقول أنت؟ عم تسمع حالك شو عم تحكي؟ إيه سمعان أخي. مجنون أنت شي؟ خلاص لا تتدخل أنت. شوف البنت المسكينة، هاي البنت عندها ضمير. تعرف شو قالت لي نحن جايين لهون؟ قالت لا تحكي، لا تضغط على أمك وتحكي قبل ما تتأكد من كل شي. بس للأسف إنه كل شي كان واضح أخي. أمك لازم تتعلم يكون عندها شوية ضمير وتحس بالعالم. شو عم يصير؟ عزادة خانو، مساء الخير. المفتش خليل من الأمن، إذا بتتذكريني. في شكوى جنائية عليك بقضية بهاء ياشين، ولازم تجي معنا على مركز الأمن. وغير هيك بدنا نصادر الكمبيوتر تبعك حتى نفتش فيه. فريد بيك تفضل. يلا يا شباب. شو هاد لوين؟ تحقيق شو؟ ليش تروح أمي على مركز الأمن؟ آه؟ طيب يعني ما سلم حاله القاتل؟ انتو سألوا يلي بتكون إياه بس هون. شوف يا أستاذ، في شكوى جنائية على أزادة خانم إنها ارتكبت جريمة إخفاء دلائل، والنيابة حققت بشكل رسمي وأخذت قرار باعتقالها. قرار اعتقاله؟ اعتقال شو؟ شو بيصير هيك؟ أنا احتقرت الشخص الوحيد يلي حبني من كل قلبه، بس لأنه هو بدي يكون ابن السالس. بدي أعتذر منه بالأول وبعدين من الخلي. عن جد بعتذر، زعلتك كتير. كنت مفكرة أني بحبك، بس أنا ما حبيتك أبدا. لهيك مو أنت الإنسان اللي فهمته فهم هالشي. خنت يما. وقف. دايا إذا بتريد اهدى شوي، نحن عم ننفذ لأوامر حضرة المفتش. أنا هادي أصلا بس ثانية. خلاص بقى سنان اهدى. يا بني آدمة كيف اهدى؟ بك يا بابا قولوا شي، هدول عم ياخدوا أمي قدام عيوننا. سنان خلاص. يلا خلينا نمشي. دخي انت محامي، عمل شي عم ياخذوا امي. تحرك يلا. مين هذا اللي بلغ عنا؟ انا.